حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في قهوة صباح، وحديثنا مع الأستاذ عادل المكنزي الأكاديمي والإعلامي والكاتب في صحيفة الاقتصادية حول موضوع تعاطي وسائل الإعلام مع التغييرات الوزارية الجديدة وكيفية بناء مجتمع إعلامي يتفاعل مع هذه التغييرات إيجابا وبالنقد الهادف ليس لمجرد النقد. أستاذ عادل، نتحدث عن الآن عن مهنية الصحفي. الآن الصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له، وكثير يعني يعملون في وظائف الحكومية الصباحين يقولوا راح أتعاون مع الصحيفة الفلانية أو الوسيلة الإعلامية يعني كزيادة دخل، دون أن يعني يكون لديه حس إعلامي أو حتى يفتقد لأبسط المقومات. برأيك هذا له تأثير سلبي على النقد البناء اللي تقدمه الصحيفة والوسيلة الإعلامية لأي مسوء؟ جميل. في البداية يعني دعنا لا نعمم، لأنه أحيانا قد يكون التعميم فيه يعني قد نفتأت على بعض النماذج حقيقة المتميزة من هم ليسوا في داخل المؤسسة الإعلامية. بلا شك أن هناك أعداد كبيرة تدخل لداخل المؤسسة الإعلامية والعمل الصحفي بشكل خاص ممن لهم مهن أخرى في هذا الجانب، إلا أنه الإشكالية ليست أنه يأتي من خارج المؤسسة، أنه لا يتمتع بالمهنية الكافية التي تساعد على أن يقدم العمل الإعلامي الذي يرقى لأن يكون يعني قابل للنشر. وبالتالي بعض الصحف قد تضطر لمثل هذا الأمر، وهنا يحصل خلل، يحصل خلل في المادة الإعلامية التي تصل من شخص غير يعني كفؤ في هذا الجانب. ومن ناحية قد يأتي هذا الأمر بعرض مواد تسيء إلى جهة معينة، أو أسلوب العرض أحيانا الذي لا يتقن التحرير الصحفي أو غيره قد تؤدي إلى حتى المعلومة لا يعرف كيف يصل لها. نعم، وفي كثير من الأحيان أخي الكريم نعرفها أنه كثير من الصحفيين يأخذون البيان من إدارة العلاقات وينشرونه، بس يضع وكالة الأنباء السعودية ويحط اسمه عليه، يضع الاسم عليه، وهذا هذا شيء يعني أحد الأمور التي نتمنى إن شاء الله أن يرتقي بعض الزملاء عن هذا الأسلوب، وأن يقوم بدور آخر. بالتأكيد لن نستغني عن وكالة الأنباء، لن نستغني عن إدارة العلاقات، لكن أن يكون هناك دور أكبر من ذلك بين السطور. نعم، والإشكالية هنا تأتي عندما ينشر هذا. طبعا هنا هو ليس من المؤسسة الإعلامية، وبالتالي ليس عليه مسؤولية كبيرة كما المسؤولية التي تقع على القائمين على العمل الإعلامي. أنا أتمنى من هيئة الصحفيين التي يعني لها الآن وقت يعني ليس بقصير أن تقوم بدور في هذا الجانب، في إيجاد جهة رقابية في تقييم هذه المادة الإعلامية أو في تحفيز الناجحين هؤلاء الذين قدموا مادة إعلامية متميزة، وبالتالي نبدأ نقلل من مساحة الذين يعني يدخلون الطارئين على العمل الإعلامي، والذين قد يسيئون إليه بفعل عدم توفر الإمكانات. أيضا قد تكون هناك أيضا يعني الصحفيين بشر، نعم، وقد يكون يعني لديه أهداف يريد أن يحققها من خلال خبره، من خلال النقد أو من خلال. وهذا ما أريد السؤال عنه، يعني أخذ مصلحة المجتمع والتغني بالنقد من أجل المجتمع، يعني من هذا الأمور العامة كغطاء لأهداف شخصية لدى الصحفي أو لدى المسؤول في وسيلة إعلامية معينة سواء إذاعية أو تلفزيونية أو صحفية. كيف من الممكن أن نكشف مثل هذه العينات في الوسط الإعلامي؟ طبعا يعني أحد لن يشق عن نية أحد، لكن الوعي أول شيء وعي الجمهور، بقدر ما يكون هناك وعي للجمهور بقدر ما يعني يمج مثلا المدح المفخم بدون أي حقائق أو معلومات، يعني أحيانا مجرد حديث أو النقد المسف الذات، وذاك الوعي يعني أقدر أفرق إنه هذا قاعد ينقد الموضوع ولا ينقد
نعم. الشخص أنا ما عندي مشكلة أنقد الموضوع أنقد الإشكالية فيه دون أن تمس ذات الشخص نعم. وأصله وعرقه لا نقدح فيها نعم. يعني هذه تعتمد على مهنية الصحفي وعلى أخلاقياته نعم. أخلاقيات المهنة وشرف المهنة وهنا نتكلم عن التخصص أنه ضروري جدا نعم لأنه يبدأ يفهم هذه الأمور ويستوعبها وهي أيضا بعد تربوي وليست بعد فقط إعلامي بعد تربوي يعني نتمنى أن يكون هناك دور كبير لوزارة التربية والتعليم في تأصيل الحوار وخصوصا أنه يعني زميلنا المعالي الأستاذ فيصل المعمر من الناس الذين كانوا في الحوار وكان لهم دور تعزيز مسألة الحوار وتأطيره بحيث أن يكون جزء من شخصية شخصيتنا في هذا الإطار لذلك نتوقع أنه يعني هناك نعم هناك يعني وناس يستخدمون هذه الوسيلة يستخدم هذا القلم نعم. وقد يحقق أهداف نعم لكن نعم. كيف نقلل من هذا الهامش من خلال الرقابة الإعلامية الموجودة في الصحيفة ذاتها من خلال هيئة الصحفيين إذا توجد شيء من هذا القبيل وأيضا من خلال النقد من الجمهور يعني نحن نريد أن نشارك الجمهور أن لا يكون مجرد متلقي سلبي عندما يجد أنه والله الكاتب فلان يعني أسف أو كاتب فلان أجاد حتى نعم. يجب أن يتحرك الجمهور وأن يكون وأن تكون الوسيلة الإعلامية كما هي تنقد منبر ومنبر للنقد أن تحترم الآخرين عند نقدها هي وهذه النقطة التي يعني أناشد الزملاء في وسائل الإعلام في الصحافة بشكل خاص تقبلوا النقد كما أنكم أنتم مفتوح لكم النقد المشكلة يعني عند بعض رؤساء التحرير أنه إذا انتقدتهم أخذوك عدو وبالتالي يفردون صفحتين ثلاث للانتقام ويبحثون في ملفات قديمة على أي مسؤول الآن يعني احنا تكلمنا في النقد خلينا نتكلم عن بعض الصحفيين اللي يعني يمدحون أكثر من اللازم للمسؤول ويعني يعطونها لإعلامية كبيرة جدا حتى يمكن هو لسه في سيارته جاي يعني إدارته أو وزارته الحكومية هذا يولد يعني كسل لدى المسؤول تخاذل أنه خلاص وسائل الإعلام أعطتني حقي أنا ممكن تكون لها ردة فعل سلبية لهذا الموضوع بدل ما تكون إيجابية هو يعني الأمر ليس على إطلاقه تعتمد على عدة عناصر أول شيء على هل المدح قائم على حقائق ومعلومات وبالتالي يعني كل من اللازم بنتقل هذه طبعا عندنا منهج احثوا في وجه المداحين تراب يعني المدح زائد يعني يزيف الحقيقة والناس تمجه والناس تعرف لذلك هذه لا تحسب لصالح يعني الإعلامي أيضا المسؤول إذا كان هو يعتمد في أدائه على ما تقوله الصحافة فهذه هي مشكلة ليه؟ لأنه يجب أن يكون عنده مقياس أداء آخر كم حققت من إنتاجية كم عملت في هذا الإطار كم أنتجت ما مدى رضا المواطن في النهاية وليس رضا الصحافة لأن أنت في الأخير يعني وهذه النقطة التي قالها خادم الحرمين كلمة جميلة جدا جدا وذات حساسية حقيقة كبيرة عندما قالها في أحد اللقاءات من ذمتي ذمتكم نعم. نقطة ما هي بسيطة أبدا تدل على شفافية ولذلك معناها أنه الأمر عائد إلى أنه أيضا المسؤول ينبغي أن يعني يضع له يعني أداة أو آلية للتنفيذ نعم. وآلية لمعرفة ماذا حقق يعني الإنجاز ما مدى الإنجاز الذي تحقق يعني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا نعم. الصحافة ستتحدى وستتكلم وستنتقد وستمدح نعم. كل هذا يجب أن يضع المسؤول في حساب لكن أنه أيضا أن لا يشغل المسؤول نفسه في الصحافة وبالإعلام ويصبح يعني فقط يعني مع الصحافة رايحة أو مع الصحافة جاي أو الإذاعة أو التلفزيون هذا الأمر لا ينبغي أن ينجر له يعني أعزاء المسؤولين في هذا الجانب يجب أن تعطى الإعلام والصحافة حقها من المعلومات والحقائق والحقائق هي نفسها ستسوق نفسها لن تحتاج إلى مكياج وهي نتاج لعمل الوزير أو المسؤول على أرض الواقع بلا شك يعني الحقائق والأرقام
هي التي سيحترمها الجميع. الأسلوب التفخيمي وأفعال التفضيل أفضل وأكبر وأعظم هذه يعني تجاوزناها نحن في بعد مرحلة طويلة، وأتوقع أنه الإعلام والجمهور أيضا أصبح من وعي مع تفتح الوسائل الإعلامية الآن، لم تعد حتى محلية، أصبح الواحد يرى النقد من خلال الإنترنت، لا رقابة لا شيء، ويرى الأمور كما هي أو يراها من خلال وسائل إعلام خارجية. لذلك الآن بوصلة المسؤول هي